استنكرت نقابة المعلمين فرع البصرة ما حصل من تجاوزات على المؤسسات التربوية في المحافظة، مؤكدة أن النقابة لا تسمح بأي نوع من التجاوزات، مشيرة أن مدير تربية البصرة أكد عدم وجود أي كتب تخويل لدخول المؤسسات التربوية والمدارس إلا عن طريق الجهات المعنية، ونوهت النقابة إلى فتح أبوابها أمام الجميع لتقويم العمل التربوي في البصرة. لا يخفي عليكم ما حصل من تجاوز على هيبة ومكانة إداراتنا المدرسية وقيمتها المعرفية كمؤسسة لها تاريخ طويل في ميدانها العلمي. تلك التجاوزات التي نستنكرها جملة وتفصيلا، وفي بيان هذا نؤكد أن نقابتكم لن تسمح بأي تجاوز غير إداري وفق المعايير المهنية والتربوية. لا يمكن إعطاء أي تخويل، خاصة معالي وزير التربية أكد في عدة كتب منذ أن جئنا للتربية لم نعطي أي تخويل أو كتاب رسمي بدخول مؤسساتنا التربوية إلا عن طريق الجهات المعنية بما فيها الإشراف الاختصاصي والتربوي. وأيضا نحب أن ننوه في هذا المقام أنه لم يعطى لهؤلاء الأشخاص أي كتاب رسمي أو كتاب تحريري، وإنما كان مجرد هذه مؤسسة فاتحة قلبها للجميع باحتواء المشاكل لغرض معالجتها. الهدف كان هو أنه أي مشكلة تحدث في مدرسة عن طريق إخواننا الإعلاميين والنشطاء أن يقدموا لنا إياها، ونحن مؤسسة تربوية نحتوي الجميع. شكرا جزيلا لكم إخواننا.